الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق تقدم مرتبة واحدة من بين أكبر الحائزين الأجانب للسندات الأمريكية. وقالت الخزانة الأمريكية إن العراق تقدم مرتبة واحدة على الرغم من انخفاض حيازته من السندات لشهر تموز بمقدار 400 مليون دولار ليصل إلى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية البالغة عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول. حذر خبراء في مجال المياه والزراعة من خطورة الخطط الزراعية الحكومية المعتمدة على المياه الجوفية في العراق، وأوضح الخبراء أن المياه الجوفية في العراق والتي تقدر ب 31 مليار متر مكعب استنزفت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الخطط العشوائية لوزارة الزراعة. وبيّنوا أن معدلات الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية تجاوزت 4 ملايين دونم في الخطط الموسمية، وهذا أمر في غاية الخطورة وسينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي بالكامل. أكد مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن أن بلاده صدرت سلعا وبضائع إلى العراق بقيمة مالية تصل إلى قرابة 3 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأضاف بيلتن أن حصة المنتجات الزراعية في البضائع التي صدرتها إيران إلى العراق بلغت نحو 350 مليون دولار، أي نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى السوق المذكورة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. قالت وكالة بلومبرغ إن مصر نفذت منذ تموز الماضي أحد شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهو تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، إلا أنها أبطأت تنفيذ شرط تحقيق مرونة حقيقية في سعر صرف الجنيه. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر أن التحرير الرابع لسعر صرف الجنيه المصري سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر كانون الأول المقبل، ما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القرض. أكدت شركة التصنيف الائتماني فيتش أن العديد من الشركات الأمريكية اقترضت الأموال بمعدلات فائدة منخفضة للغاية خلال وباء كورونا، إلا أن تكاليف الفائدة حاليا أصبحت كبيرة. وأوضحت الوكالة أن ما يقرب من 270 مليار دولار من القروض تحمل ملفات ائتمانية ضعيفة، ومن المحتمل أن تكون معرضة لخطر التخلف عن السداد، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الظروف تدهورت مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.